يو دري لكم الناس الرو اليوم حلقة جديدة في الجيمين شو. اليوم غادي نهضروا على اتصالات المغرب او بالاحرى اتصالات المغرب. سو قبل ما نهضر على هذا الموضوع كانوا داروا فيديوهات قبل مني، كان دار حارث بوميا عماد ودراري اخرين في لازم نجيو نصحو ديال في لازم نجيكم هضروا على اتصال في المغرب، هضروا على الشفرة اللي كدير، على البين طالع كونكس ما توصلش كاملة وخاصك وقت يخلص في الوقت، وزيادة على ذلك خلاص غالي بالمقابل الديبي اللي كياخدو مزيان. كان هنا كلشي مزيان تبارك الله، كان هضر مزيان، ولكن حنا بغينا الحل ديال هاد المشكل. طبعا الحل ما غاديش يكون في الفيديو اللي كيدارو في الوطن المغرب كاملة كتاثر، وغتاثر بينا حنايا اللي فرنسا بيها شوية. دونك الحل اذا بغيناه هو غيكون حل تطبيقي، يعني ما غاديش نبقاو نغوتو ونهضرو ونخربقو، اللي بغينا نديرو حل نديرو حل تطبيقي. دابا كاين شركات اخرى اللي دارو انترنت، دارو انترنت ادازل. اقتراح لي انا هو انه ما خلصوش اتصالات، ما كنحرضش انا نقولها ونعاودها، ما كنحرض على حتى شي حاجة، نقول اقتراح شخصي ليا اللي بغا يوصل معايا شي حاجة نوصل ليها. سو اقتراح ديالي وانا ما خلصتش اتصالات المغرب، ونمشيو للشركة المنافسة ناخدو مع نديرو معاها كونترا، هي اللي كنا ما حاش بغيش نصيدو اكثر من اللي مصيدين دابا. سو ما عندنا ما نخسرو، نمشيو للشركة المنافسة ونديرو معاها هي كونترا. بهاد الطريقة نيت الشركة المنافسة غادي تحس بالكليان كيجي عندها، وغادي تحاول تزيد في المنتوج ديال الانتاج ديالها باش تجيب عدد كتير وغادي تزيد. اتصالات المغرب غتلقى بلي الكليان ديالها كيهرب ليها، حتى هي غتحاول دير تخفيضات ولا تزيد هي في الديبي ديالها باش يرجع ليها الكليان. سو كتجي الحياتين حنا غنكونو رابحين. سو كيما قلت لكم المشكل اللي بغيت نهضر عليه انايا ما كاينلاش نهضر عليه، حيت كاينين دراري اخرين هضروا عليه ولا عاود فهمتي. غادي الى عاود تهضرت غادي نقول نفس الهضره، سو ما كاينلاش، وغادي نطول في الفيديو على والو. سو كيما قلت لكم الا كان الحل فهو الحل الواحد اللي كاين هو اننا نتفقوا كاملين على قرار واحد نديروه في فتره، لان كثرت الهضره وكثرت لي ستاج وكثرت الكتابه وكثرت الفيديوهات ما غادي تنفعنا بوالو، بالعكس غادي تزيد تضيع لينا في وقتنا ديال المونتاج، غادي تضيع لنا في وقتنا ديال التصوير، غادي تضيع لنا في وقتنا ديال الابلود. سو هذا هو الهضره اللي كانت عندي باش نقولها لكم، اللي تقبلتوها مرحبا. نديرو شي قرار رسمي كاملين، كنرجع للجيمر كنهضر على المغاربه كاملين اللي اتفقوا غادي يديروا شي حاجه. وما تنساوش ابوناو الشين ديال الحياة عباد، بس ديروا لايك وتكومونتاي الرأي ديالكم، تهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وتوحشكم كاملين. بيس.